السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي. اليوم بإذن الله راح نخدم معكم هذا التلاير تاع حبة الملوك. أنا اليوم راح نخدم معكم هذا الموديل خطوة بخطوة. تقدري انتيا وين عندك هذا الخيط غز بومبو، تقدري انتيا تخدمي بخيط الأبيض أو تخدمي على خيط واحد. أنا راني خدمة هذا الخيط تاع الحرير، أنا خدمته دوبلي، لكن انتي تقدري تخدمي على خيط واحد وكذلك تقدري تخدمي بالخيط الأبيض فقط. اليوم بإذن الله راح نخدم معكم هذا العمل، خدمته بالكوتو رقم 16 وكروشيه رقم 18. نبداو على بركة الله، نبداو العمل بالكوطه رقم 16 وكروشيه رقم 18. اول حاجه نخدم العقده، نطلع بسلسله فيها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. نخدم سلسله في بدايه العمل فيها 17 عوينه، نشدو العمل هنايا في هذه العوينة رقم 17، نطلع بسلسلة فيها 1 2 3، نلفو الخيط على الكروشيه ندخلو في هذه العوينة رقم 17، ندخلو ونخدمو عمود هكا، نزيدو نلفو الخيط على الكروشيه نروحو العوينة اللي بعدها نخدمو العمود الثاني، نزيدو العوينة اللي بعدها العمود الثالث، يعني في كل عوينة كاين عمود هكذا. دوكا واش نديرو، نخدمو سلسلة فيها 1 2 3، نلفو الخيط على الكروشيه مرة أخرى ونروحو للسلسلة، ما نخلوش شوفي، نروحو العوينة اللي بعدها مباشرة وين حكمنا خدمنا العمود في هاديك العوينة اللي يكونوا هابطين، يعني هي الرابعة، دوكا هادي الخامسة، هادي الرابعة، التالتة هي اللي خدمنا فيها العمود الثالث، خدمنا العمود الأول نزيدو ونكملو العوينة اللي بعدها كذلك ندخلو ونخدمو فيها العمود الثاني، نزيدو العوينة اللي بعدها ندخلو ونخدمو العمود الثالث، يعني كل عمود في عوينة هكذا. دركا واش راح نديرو، دركا نخدمو سلسلة فيها 1 2 3، خدمنا سلسلة فيها 3 نحسبو هنا في الأسفل، عندنا 1 2 3، في الثالثة ندخلو نخدمو ماي سيغي، نطلعو بسلسلة فيها 1 2 3، نلفو الخيط على الكروشيه مرة أخرى نروحو للسلسلة نحسبو 1 2، في الثالثة هنايا ندخلو ونخدمو العمود الأول، نزيدو العوينة اللي بعدها ندخلو نخدمو العمود الثاني في العوينة اللي بعدها، نزيدو نخدمو العمود الثالث في العوينة اللي بعدها. دوكا نخدمو سلسلة فيها 1 2 3، نلفو الخيط على الكروشيه مرة أخرى ونروحو مباشرة العوينة اللي بعدها، ندخلو ونخدمو عمود رقم 1 ونزيدو عمود العوينة اللي بعدها رقم 2 واللي بعدها عمود رقم 3 هكذا. يعني هذيك السلسلة اللي فيها 17 خدمنا فيها كامل هذا العمل، يعني العمل بداية العمل تكون كيما هكذا، بعد ما نخدمو السلسلة فيها 17 عوينة يكون العمل هكذا. هنا بعد ما كملنا هذه المرحلة الأولى، دركا باش نطلعو نخدمو الصف اللي بعدو، نطلعو بسلسلة فيها 1 2 3 4 5، نقلبو العمل نخدمو في هادي السلسلة اللي فيها 3، نخدمو صدفة بثلاثة أعمدة، هاد العمود الثاني وهاد العمود الثالث، نخدمو سلسلة فيها 1 2 3، نلفو الخيط على الكروشيه ندخلو نزيدو نخدمو عمود 1 2 3، ننتقلوا من الصدفة هذه للصدفة الثانية بسلسلة فيها 1 2 3 4 5 6، يعني بسلسلة فيها 6 عوينات، ونروحوا للصدفة الثانية نخدموها في قلب الصدفة اللي في الأسفل، نخدموها بثلاثة أعمدة هكذا، نزيدوا سلسلة فيها 1 2 3، نخدمو العمود الأول الثاني الثالث. دركا واش راح نديرو في هذا الصف، شوفي نبداو نحسبو، هذا هو الصف الأول، اسمها هذه القاعدة، هذا الأول واش باش يجينا الحساب ساهل، واش راح نديرو، نطلعو شوفي بسلسلة نخدمو سلسلة فيها 1 2، خدمنا سلسلة فيها 2 نروحو نلفو الخيط على الكروشيه نشدو في آخر هنا وين عندنا، هنا وين طلعنا بسلسلة فيها 3 ندخلو هنا ونخدمو عمود
هكذا خدمنا عمود هنايا. دوك واش راح نديرو؟ نطلعو بسلسلة فيها واحد اثنان ثلاثة على أساس عمود باش نخدمو الصف اللي بعده، يعني الصف الثاني. خدمنا سلسلة فيها ثلاثة، نزيدو سلسلة فيها واحد اثنان ونقلبو العمل مرة أخرى. نلفو الخيط على الكروشيه، نروحو نخدمو فوق هذا العمود الأول، ندخلو هنا ونخدمو فوقه عمود، نخدمو فوق هذا العمود الأول نخدمو عمود، نزيدو نخدمو سلسلة فيها اثنان، وبعد نروحو نخدمو صدفة في قلب الصدفة بنفس الطريقة. دوك أنا واش راح ندير؟ راح نخدم صدفة في قلب الصدفة، نعاود نرجع لكم. هنا بعد ما خدمت أنايا الصدفة في قلب الصدفة، علاش ذكرت أنا هذا الصف ونحسبوه للصف الأول؟ باش يجينا الحساب ساهل. يعني شوفي هنا عندنا مربع الأول في الصف الأول، عندنا مربعين في الصف الثاني، في الثالث يكون عندنا الصف الثالث عندنا ثلاثة، وهكذا. دركا شوفي باش ننتقل من الصدفة الأولى للثانية، دركا ننتقل بسلسلة فيها واحد اثنان ثلاثة، نحبسو نروحو عندنا هنا وين كاين السلسلة هذه اللي فيها ستة، نحسبو واحد اثنان ثلاثة في العوينة الثالثة، ندخلو نحكمو ماي سيغي، نطلعو بسلسلة فيها واحد اثنان ثلاثة، نلفو الخيط على الكروشيه ونروحو نخدمو في قلب الصدفة هذه، نخدمو الصدفة الثانية هكذا. يعني مرة ننتقل من الصدفة للصدفة الثانية، من الصدفة الأولى للصدفة الثانية بسلسلة فيها ستة، ومن بعد كي يكونوا راجعين نرجعوا بسلسلة فيها ثلاثة ماي سيغي، سلسلة فيها ثلاثة، نبقاو نكرروا في نفس العمل. دركا بعد ما كملنا هذه الصدفة باش ننتقلوا للصف الثالث، نطلعوا دائما في هذه في الجزء هذا العلوي، نطلعو دائما بسلسلة فيها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، نقلب العمل ندخل هنايا ونخدم صدفة، ومن بعد نخدم سلسلة كيما خدمت هنايا في الصف هذا الأول، نخدم الصدفة الثانية، نعاود نرجعها لكم. هنا بعد ما كملت خدمت أنايا في الصف هذا الثالث، خدمنا الصدفة الأولى سلسلة فيها ستة، صدفة الثانية. دركا راح نخدم سلسلة فيها واحد اثنان، نقل شوفي نلفو الخيط في الكروشيه ونروحو العمود هذا الثالث هنايا، ندخلو ونخدمو عمود فوقه، نزيدو سلسلة فيها اثنان ونروحو نخدمو فوق العمود هذا الثاني، نخدم عمود نزيدو سلسلة فيها اثنان ونروحو العمود هذا نشوفي نحسب واحد اثنان في الثالثة هنا، ندخلو ونخدمو العمود الثالث هكذا. يعني عندنا شوفي مربع واحد اثنان ثلاثة، نطلعو بسلسلة فيها واحد اثنان ثلاثة على أساس عمود، نقلبو العمل. يعني دوكا رايحين نخدمو الصف الرابع، يسمى يكون عندنا أربع صفوف. دوكا نزيدو سلسلة فيها اثنان، دائما مربع فيه بين العمود والعمود كاين سلسلة فيها اثنان، هذا العمود الثاني سلسلة فيها اثنان، نزيدو هذا العمود الثالث ندخلو فيه ونخدمو عمود الثالث، نزيدو سلسلة فيها واحد اثنان ونروحو نخدمو هنايا في الطرف هنا في العمود هدايا الأول، يعني البداية. دوك أنا راجعين يعني في البداية هكذا، نكملو العمل نخدمو المربع الرابع سلسلة فيها واحد اثنان ونروحو نخدمو. شوفي يعني هذا الرابع يتشكل كي ندخلو هنايا نخدمو في قلب هذه الصدفة، نخدمو صدفة. دوك أنا واش راح ندير؟ راح نخدم هنايا صدفة ونبقى نمشي بنفس الطريقة، دائما كل ما نخدم نزيدو مربعات بهذه الطريقة دائما في كل صف. يعني هذا الصف الرابع نزيدو الخامس السادس وهكذا، وهنايا دائما مرة نكونو راجعين نخدمو سلسلة عادي هكذا فيها ستة، كي يكونوا رايحين هكذا راجعين، كي يكونوا راجعين مرة تانية نديرو سلسلة فيها ثلاثة ما يصيغ سلسلة فيها ثلاثة ونرجعو نكملو العمل عادي. ودائما هنايا في الأعلال دائما ننتقلو من صف لصف بسلسلة فيها خمسة. أنا راح نخدم دوكا صدفة، نخدمو سلسلة فيها ثلاثة وماي سيغي سلسلة فيها ثلاثة وصدفة، ونبقى راجعة ونخدم الصف الخامس والسادس حتى نوصل الصف رقم عشرة، نعاود نرجع لكم. هنا أنا بعد ما كملت هذا الجزء الأول كامل شكلنا، شوفي كي حبس شوفي هنايا بدينا نحسبو من هذا الصف، حسبنا واحد يعني على حسب المربعات باش يجينا العمل سهل، يعني هذه القاعدة. ومن بعد هنا وين بدينا المربعات حسبنا هذا الصف هو الأول، بدينا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. هنا في الصف هذا الأخير اللي فيه عشرة، يعني في عشر مربعات هنا، كي تحسبي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، وتشكل لنا هكا شوفي كيما هكذا مثلث للأسفل هكذا، يعني هذا الجزء العلوي. دركا هنا راني في الصف رقم 11، هنا واش راح نديرو؟ هنا باش نعود نكرر في نفس العمل، يعني هذا كامل جزء واحد بعشر صفوف، وهنايا
10 مربعات تشكلنا هكذا مثلث. دوك راني في الصف هذا 11، راح نحسب من دار وجديد، يعني نحسب هذا الصف الاول. دوك نبداو نحسبه، نعاودو من دار وجديد. يعني كل ما تحبي تكبري هذا الموديل زيدي كيما هكذا ب 10 صفوف. دوك نخدمو سلسله 1 2، نلفو الخيط على الكروشيه مباشره، نبداو نخدمو هنايا في العمود الثالث، هنايا في الصدفه نخدمو المربع الاول هكذا. دوكا نزيد نطاب سلسله 1 2 3 4 5 ونقلبوا العمل. نروحو نخدمو دركا فوق هذا العمود الثالث، نخدمو عمود وسلسله فيها 2، ونروحو نخدمو صدفه في قلب الصدفه، يعني نرجعو نخدمو العمل كما خدمنا في البدايه. يعني كما خدمنا في البدايه، يعني دوكا عندنا مربعين، نروحو نخدمو في قلب هذه الصدفه، نخدمو صدفه سلسله فيها 1 2 3. يعني دوكا كل ما تحبي تكبري هذا الموديل على حساب انتيا الطول او عرض الخزانه اللي عندك، كبري كيما تحبي انتيا. سلسله فيها 1 2 3، ونروحو هنايا في العوينه التالتة ندخلو نخدمو ماي سيغي، سلسلة فيها 1 2 3، ونرجع نكمل عادي نخدم هنا الصدفة، ودائما ننتقلو بنفس الطريقة. سلسلة فيها 3 ونروحو سلسلة عفوا فيها 5، وننتقلو الصف اللي بعده. وهنايا شوفي بعد ما خدمت هنايا عوينة، عفوا بعد ما خدمت مربع، دركا زدت خدمت مربعين، ومن بعد دركا نخدم كي نجي راجعة نخدم 3 4، وهكذا دائما كل جزء فيه 10 صفوف باش يخرج لنا الشكل هكذا مثلث. انا دوك نكبر العمل كيما راني حابه بنفس الطريقه، نبقى نكرر، نبقى غير نكرر في هذا المكان. نعاود نرجع لكم هنا بعد ما خدمت انايا الثلاث اجزاء، يعني هذا الجزء الاول، الجزء الثاني، الجزء الثالث، كامل فيهم تلقاي عندك 10 صفوف. دوكا باش نخرجوا بالعمل، يعني انت تخدمي العرض اللي راكي حباتو على حساب الخزانه. كي تبغي تخرجي هنايا باش تقفلي العمل واش راح ديري، ما تحبسيش هنايا، لا لا تزيدي تخدمي. سلسلة فيها 1 2 3 4 5، نقلبوا العمل، نرجعو نخدمو صدفة، نزيدو العمود الثاني، العمود الثالث، ونخدمو سلسلة فيها 3، يعني كي تكوني انتيا خدمتي العرض اللي راكي حباتو على حساب الخزانه او على حساب ما كي حابه، تخرجي السلسله هذه في 1 2 3 4 5 6، تخرجي شوفي تخرجي بصفين غير هكذا، غير بالاصداف، يعني هذا صف واحد، ونزيد وهذا الأول. وكان نزيد نطلع 1 2 3 4 5، نزيد نقلب ونخدم كذلك صدفة في قلب الصدفة. يعني دوكا راح نخدم صدفة في قلب الصدفة، ومن بعد نخدمو هنايا سلسلة فيها 3، مايسير سلسلة فيها 3، ونخدمو صدفة باش نخرجو بالعمل. بعد ما كملت أنا خدمت كيما هكذا صفين فقط. دركا واش راح نديرو؟ نكملو. شوفي هنا الجزء العلوي هنايا في الاعلى نطلعو بسلسلة فيها 1 2 3 4 5 6 7، ونروحو لهذه السلسلة اللي فيها 5 ندخلو فيها ونخدمو نحكمو العمل بالمايسيغي هكذا. نزيدو سلسلة فيها 1 2 3 4 5 6 7، نعاود كذلك السلسلة اللي بعدها هكذا. دائما وين عندنا سلسلة فيها 5 نروحو نحكمو مايسيغي 1 2 3 4 5 6 7، ونروحو نحكمو في السلسلة اللي بعدها فيها 5 مايسير. دوكا انا حنبقى نمشي بهذه الطريقة كيما هكذا، نحكم العمل في الأعلى في السلاسل اللي فيها 5 بالمايسيغي. نعاود نرجع لكم هنا، يعني حكمنا العمل هكذا في الأعلى، دائما السلاسل فيهم 7 مايسير، سلسلة فيها 7 مايسيغي، يعني كنا نحكم هنا ونعدنا هذه السلسلة اللي فيها 5. دوكا نكملوا العمل، نرجعوا البداية. شوفي هنا وين بدينا العمل، هنا وين عندنا السلسلة هنايا اللي فيها 3،
نبداو العمل من هنايا. تقدري انتي كيما تحبي، تحبي تخدمي بالخيط الابيض تكملي بالخيط الابيض، او تخدمي تغيري الخيط هنايا. انايا راح نخدم بهذا الخيط، هذا غوز بومبو، راح نخدمه دوبلي على اثنان. هكذا ندخلو اولا هنا، شوفي هنا وين عندنا هذه السلسله اللي فيها ثلاثه، هنايا ندخلو الخيط نعاود ندخل ونشد معي صياغي هكذا، نلف الخيط على الكروشي. شوفي ندخلو في هذا المربع الاول، نخدمو العمود الاول، نزيدو العمود الثاني، هكذا نلف الخيط على الكروشي. دوك نحطو هنا نخدمو في وسط، وين عندنا العمود فوقو عمود، نزيد مربع هذا اللي بعده، نخدمو عمود الاول وعمود الثاني. يعني راح دوكا نخدم في كل مربع في الوسط عمودين، وفوق هكذا العمود، ندخل نجبد الخيط ونخدم عمود كما هكذا. يعني راح نخدم في الوسط مربع عمودين، وفوق العمود عمود، وهكذا. دوك انا نبقى نخدم كما هكذا حتى نوصل للمربع هذايا ما قبل الاخير. نعاود نرجع لكم. دوكا وصلت المربع هذايا ما قبل الاخير، خدمت فيه عمودين. دوكا نزيدو نخدم العمود الاخير هنايا فوق العمود هكذا. يعني كي تحسبي هنا في البدايه تلقاي عندك الاعمده كامل 27 عمود، كي تحسبي من البدايه حتى النهايه 27 عمود. دوكا واش راح نديرو؟ دوكا نخدمو سلسله فيها واحد اثنان، نروحو لهنايا لهذا الوسط هنايا، ندخلو نخدمو ماي صياغي هكذا. دوكا نطلع بسلسله فيها واحد اثنان ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره حدا عشر، خدمنا 11 سلسله فيها 11 عوينه هكذا. نكملوا العمل، نشدوا شوفي نشدوا هنايا ونزيدوا سلسله فيها واحد اثنان ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره احدى عشر، نرجع البدايه نحكموا العمل بالمزريقه. بعد ما حكمنا هنايا العمل بالمزريقه، نطلعوا بسلسله فيها واحد اثنان ثلاثة، لفوا الخيط على الكروشي، ندخلو هنا وسط هذه الحلقة ونخدمو العمود رقم واحد، نزيدو العمود رقم اثنان، العمود رقم ثلاثة، والعمود رقم أربعة، نزيدو العمود رقم خمسة، نخدمو خمس أعمدة ونهبطو بسلسلة فيها واحد اثنان ثلاثة، نروحو نحكمو هنايا ماي سيغي. نزيدو نطلعو بسلسلة فيها واحد اثنان ثلاثة، نكرو نفس العمل، نخدمو العمود الأول، نزيدو العمود الثاني، نزيدو العمود الثالث، نزيدو العمود رقم أربعة، عمود رقم خمسة، نهبطو بسلسلة فيها واحد اثنان ثلاثة، نحكمو ماي سيغي، نزيدو سلسلة فيها واحد اثنان ثلاثة. نخدمو العمود الأول ونزيدو العمود الثاني الثالث أربعة خمسة، ونهبطو بسلسلة فيها واحد اثنان ثلاثة، روحو نحكمو هنايا في البداية، نحكموها بالمنزلقة هنايا هكذا. يعني خدمنا وريضة صغيرة بثلاثة بتيلات هكذا، شوفي تكون هكذا كيما هكذا، هذه وريقة اثنان ثلاثة وردة صغيرة هكذا.
فيها سنسلة فيها ثلاثة خمس أعمدة، سنسلة فيها ثلاثة ماي سيرين، نعاودو نطلع بسنسلة فيها ثلاثة خمس أعمدة، نهبطو بسنسلة فيها ثلاثة ماي سيرين، نطلعو بسنسلة فيها ثلاثة وخمس أعمدة، سنسلة فيها ثلاثة، ونحكمو العمل هنا بالمنزلقة كما بدينا. بعد ما كملنا هذه الوريدة الصغيرة، دركا شوفينا نرجعو بهذه السنسلة اللي طلعنا بها، نخدمو في كل عوينة نخدمو ماي سيرين، يعني كيما هكذا في كل عوينة هكذا ماي سيرين، وحدة اثنان حتى الاخر. نهبطو معها وحدة بوحدة غير بالماي سيري، بعد ما هبط بالماي سيري واش راح ندير؟ نرجع ونحكم العمل، نزيد ندخل ونحكم ماي سيري هكذا، نحكم ماي سيري، يعني كملنا هذه الوريضه الاولى. دوكا واش راح ندير؟ راح نكرر نفس العمل. واش راح ندير؟ راح نخدم سلسله فيها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، ونشدوا العمل هنا ونخدموا سلسله فيها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، روحوا نبداو نحكموها هنايا في بدايه العمل بالمنزلقه، ونرجع نكرر نفس العمل كما خدمت هذه الوريده الصغيره. هذه نطلعوا بسلسله فيها 3 ونخدموا الاعمده، انا درك نخدم هذه الوريده ونرجع بالماي سيرين عاود نرجع لكم. دركا بعد ما كملنا الورده هذه الثانيه بنفس الطريقه كما خدمنا الورده الاولى، ورجعت بالماي سيري وحده بوحده بعوينه عوينه، دركا نرجع ثاني نحكم هنايا ماي سيري في نفس هذيك السلسله هنايا، يعني كامل في الزاويه، يعني كي تحسبي الماي سيري تلقاي عندك 3 ماي سيري في هذه الزاويه. دركا نرجع نكملو نخدمو باش نخدمو الاعمده، نخدمو سلسله فيها 1 2، نلفو الخيط على الكروشي، شوفي هنا فوق العمود نخدمو عمود، وفي المربع نخدمو عمودين. دوك انا واش راح ندير؟ يعني كيما كنت نخدم في البدايه، في المربع عمودين، فوق العمود عمود، وهكذا حتى نوصل للعمود ما قبل الاخير هكذا. دوك راح نخدم انايا 24 عمود، ما نخدمش 25 عمود، نخدم 24 عمود، انا عاود نرجع لكم بهذه الطريقه. هنا بعد ما كملت الجهه الثانيه، يعني هذه هي الجهه الاولى وهذه الجهه الثانيه، رانا مازال في الجزء الاول هذا. دوك هنا واش راح نديرو؟ باش ننتقلوا من بياسه لبياسه، بعد ما خدمت انايا 24 عمود في الوسط هنايا، يعني في هذه الجزء هذايا في الجهه الثانيه، خدمت شوفي هنا العمود ما خدمناش فوقه عمود، سما خدمنا العمودين هنايا في المربع وحبسنا العمل، باش نخلو هذا العمود نخلو هذا المربع الاخير فارغ، والعمود كذلك ما خدمناش فيه. دوك نروحوا مباشره من هذا الجزء الاول نروحوا للجزء الثاني، نلفو الخيط على الكروشيه، شوفي بنفس الطريقه كيما خرجنا هنايا بعمودين، ندخل مباشره في المربع هذا الثاني بعمودين هكذا، العمود الاول نزيدو العمود الثاني، ونرجع نخدم بنفس الطريقه دائما الاعمده. انا دركا نخدم بنفس الطريقه كيما خدمنا الجزء الاول، نخدم هذا الجزء الثاني، نخدم 24 عمود هذه المره، فقط البدايه هنا يختلف الامر، لخاطر خدمنا المربع هذا الاول خدمناه عمرناه، اما هنايا لا خلينا مربعين فارغين على بها، جاونا هنا 24 عمود وهنا كذلك حجينا 24 عمود. دوك انا نخدم 24 عمود ونخدم بنفس الطريقه هنايا، كي نوصل للزاويه هنايا في هذاك الجزء الثاني كما في الجزء الاول، نخدم ماي سيري سنسة فيها 11 ونخدمو هذه الوريدة الصغيرة أو البتيلة، نعاودو نرجعو ونخدمو كذلك الوردة الثانية. دوك أنا نكمل العمل في الجزء هذا الثاني والثالث، نعاود نرجع لكم.
هنا دركا بعد ما كملت انا هذه المرحله دركا هذا الجزء الثالث راني يعني نكمل فيه. كي تكوني حابه انت على حساب الطول اللي العرض اللي خدمته، كي تكوني في اخر العمل هنا خدمنا الصفين كيما هكذا بالاصداف. هنايا شوفي في المربع الاخير تخدميه، يعني شوفي من قبل كنا نخدمو غير 8 مربعات في الوسط، دركا في البدايه وفي النهايه نخدمو 9 مربعات. هذا المربع التاسع ندخل ونخدم فيه العمود، نزيدو العمود الثاني فقط. دوكا نروحو مباشرة نحكمو هنايا في هذه الصدفة هنايا، ندخلو هنايا ونحكمو ماي سيري هكذا. هنايا نكونو كملنا هذا الجزء، يبقى لنا الفينيسيون باش نفينيو هذا العمل. دوكا العمل راهو هكذا، بعد ما خدمنا هذو الوردتين كيما هكذا وخدمنا هذا الأعمدة خدمناهم، دوكا راح نخدمو فينيسيون الأخيرة. دركا نبداو العمل باش نخدمو الفينيسيون الاخيره. ندخلو هنا في البدايه هنايا وندينا هنايا العمل، شوفي تحت هنا شوفي عندنا في السلسله اللي فيها ثلاثه خدمنا الماسيغ بالغوز بومبو هنايا وين بدينا العمل. ندخلو نشدو الخيط، نحكمو الخيط مليح. دركا نخدمو سلسلة فيها واحد اثنان ثلاثة، شوفي دركا نروحو نخدمو عمود. وين شوفي وين عندنا هنايا عمود فوق العمود، نزيدو نخدمو فوق عمود هكذا. خدمنا عمود فوق العمود هنايا، هذا عمود بالأبيض بعد بالغوز بومبو، فوق الغوز بومبو كذلك عمود. دركا نخدمو بيكو بسلسلة فيها ثلاثة، نحكموها بالمزرقة، ونخدمو عوينة ونلفو الخيط على الكروشي ونزيدو نخلو عمودين ونروحو العمود اللي بعده. يعني دائما وين عندنا عمود هذا بالأبيض فوقو هنايا عمود بالغوز بومبو، نزيدو فوقو كذلك عمود بالأبيض هكذا، ونخدمو غرزة بيكو بسلسلة فيها ثلاثة، نرجعو بيكو ونزيدو نخدمو عوينة نلفو الخيط على الكروشي، يعني نخلو عمودين في الوسط الثالث نخدمو فوقو عمود وهكذا. دوكا أنا راح نبقى نخدم كيما هكذا، دائما نخدمو الأعمدة وبيكو ونحكموها بالمنزلقة ونزيد نخدم عوينة، وبعد نخدم العمود اللي بعده. ودائما هادوما الأعمدة بين العمود والعمود في الأسفل نخلو عمودين، يعني واحد اثنان واحد اثنان، الثالث ندخلو هنا يعني فوق الأعمدة عمود فوق وعمود. دوكا أنا راح نخدم 8 أعمدة، نعاود نرجعكم بهذه الطريقة دائما بالبيكو والعمود والعوينة. هنا دوكا راني وصلت للعمود رقم 8، يعني كي تحسبي تلقاي عندك 1 2 3 4 5 6 7 8. هنايا نخدمو شوفي سلسله فيها 1 2 3، نخدمو غرزه بيكو ونخدمو سلسله فيها 1 2 3. دوكا نروحو نجيبو هذيك الورده هذه، ندخلو هنايا في السلسله هنايا وين عندنا سلسله فيها 3، ندخلو نحكمو ماي سيري. دوكا شوفي نخدمو ماي سيري التانية فوق العمود الأول هذا، كنزيدو التانية، نزيدو العمود التالي هذا التاني، نخدمو فوق ماي سيري التالتة، نزيدو. يعني كي تجي تحسبي تلقاي روحك خدمتي هنايا عمود على أساس عمود خدمتي ماي سيري، يعني واحد عمود الأول التاني التالت، نزيدو أربعة خمسة ستة، نزيدو سبعة هنايا في الأخير هكذا، خاطر هبطنا كذلك بسلسلة فيها ثلاثة. دوكا نخدمو سلسلة فيها واحد اثنان، نروحو لماي سيغي ندخلو هنايا، نحكمو العمل بالمنزلقة، نزيدو نخدمو سلسلة فيها واحد اثنان ونرجعو نكرو نفس العمل. هنايا من عندنا سلسلة فيها ثلاثة نحسبو ماي سيغي واحد، ومن بعد فوق كل عمود عندنا ماي سيغي هكذا. بهذه الطريقة راح نخدمو هادوما البتيلات الوريدات هادوما صغار، يعني هنا عندك كي تحسبي ماي سيغي تلقاي عندك سبعة ماي سيغي. نخدمو سلسلة فيها واحد اثنان ونحكمو في الماي سيغي هنايا بالمنزلقة، نطلب سلسلة فيها واحد اثنان وهكذا. دوكا انا واش راح ندير، راح نكمل نخدم هادي الوريقة الثالثة، نعاود نرجع لكم.
هنايا بعد ما كملت انا خدمت هذه الورقه الثالثه كما خدمنا الورقه الاولى والثانيه والثالثه. دوكا نروحو نخدمو الورده اللي تكون معاها يعني اللي مقابلتها، يعني عندنا وردتين هنايا. شوفي هنا نروحو مباشره هكذا نحكمو هذه الورده، نروحو عندنا السلسله اللي فيها ثلاثه ندخلو نخدمو ماي سيري مباشره. يعني دوكا رانا غير نخدمو، شوفي شغل نحكمو مع بعضهم هكذا، يعودو يبانو كيما حبه الملوك هكذا. ونخدم كذلك فوق كل عمود ماي سيري، ودائما بين البيتيلا والبيتيلا او الورقه والورقه كاين سلسله فيها اثنان، ونحكمها بالمنزلقه في الماي سيري، يعني كيما خدمنا الاولى بنفس الطريقه. نخدمو سبع ماي سيري في الاعلى، هنايا سلسله فيها واحد اثنان، ونروحو نحكمو هنايا وين عندنا الماي سيري بالمنزلقه هكذا. نطلع بسلسله فيها واحد اثنان، ونرجع نكرر نفس العمل، هذه السلسله فيها ثلاثه ماي سيري وهكذا. دونك انا نخدم هذه الوريده كيما خدمت هذه بنفس الطريقه، نعاود نرجع لكم. هنا بعد ما كملت انا هذه الورده الثانيه خدمت فيها من ماي سيري، يعني كيما هكذا يكونوا متلاصقين يعني يلصقوا مع بعضهم. دونك شوفي كيما طلعت انا بسلسله فيها ثلاثه هنايا وخدمت العمود، وخليت هنا في الاسفل الاعمده خليت واحد اثنان ثلاثه، يعني في الرابع هذا خدمت حبست العمل. دوكا انا واش راح ندير، كيما دخلت نخرج بنفس الطريقه، نخدمو سلسله فيها واحد اثنان ثلاثه، نروحو هنا صاي كملنا، نروحو شوفو وين عندنا الاعمده، نحسبو واحد اثنان ثلاثه في الرابع هنايا ندخلو، يعني العمود فوق العمود. شوفي هكا العمود، شوفي الابيض غوز بومبو، هنا نخدمو فوقو الابيض. دوكا نخدمو بنفس الطريقه، نخدمو غرزه بيكو بسلسله فيها ثلاثه، ونحكمو العمل بالمنزلقه، ونخدمو عوينه، ونكرر نفس العمل دائما هكذا. دوك انا نخدم بنفس الطريقه كيما خدمنا في الجزء الاول في الجهه الاولى، كي نكون في الوسط نعاود نرجع لكم. دائما خلو عمودين في الاسفل بين المربع، يعني هنا تلقى عندك عمودين ما تخدميهمش هنا في الوسط. هنا دوكا بعد ما نخدم في هذا الجهه الثانيه، انا راني مازال غير في الجزء الاول، خدمنا واحد اثنان ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه، سبع اعمده. دوكا انا شوفي دائما باش ننتقلوا من الجزء الاول للجزء الثاني كيفاش نخدمو هنايا، شوفي هنايا نخدمو العوينه، ونروحو نخدمو عمود شوفي في الوسط هنا، هنا في الملتقى، يعني نخلو عمودين هنايا هادوما، ونروحو بيناتهم ندخلو نخدمو عمود، ونزيدو نخدمو نخدمو غرزة بيكو عوينة، ونروحو شوفي كيما خرجنا ندخلو نحسبو عمودين، نروحو العمود الثالث اللي هو فوق العمود، ونخدمو عمود غرزة بيكو عوينة، نرجعو كذلك دائما وين عندنا هنايا عمود في عمود فوق العمود هكذا. درك انا واش راح ندير، راح نكمل العمل كيما شوفي هذا الجزء الثاني نخدمو كيما الجزء الاول، يعني درك راح نبقى نكرر في نفس العمل كيما خدمنا في هذا الجزء الاول. احنا بدينا هنايا بثمانية اعمده سلسله فيها ثلاثه، من بعد خدمنا الماي سيري في الوريدات هذوما الصغار يعني بيتيلات، وهبطنا بسلسله فيها ثلاثه، وخدمنا هنايا سبع اعمده. العمود رقم 8 هو عمود مشترك بين الجزء الاول والجزء الثاني، يعني درك تعودي تخدمي هنا في الوسط هنايا الداخل تخدمي سبعه. العمود الثامن هو يكون في الوسط كيما هنايا بين الجزء الثاني والثالث، يكون هنايا في الوسط هو عمود الثامن مشترك بيناتهم. فقط البدايه بدينا بثمانيه اعمده، وفي الاخير في النهايه كذلك تخرجي بثمانيه اعمده. انا راح نكمل الجزء الثاني والثالث يكون في نهايه هذه المرحله، نعاود نرجع لكم. هنا دوكا راني في نهايه العمل، يعني في الجزء الثالث في نهايه العمل باش نقفل العمل. هنايا بعد ما انايا خدمت هنا بالغوز بومبو، انت هنا تقصي الخيط او تخدمي بالابيض، انا ما قصيتوش. في اخر حاجه واش راح ديري هنايا بعد ما تخدمي العمود هكذا، يعني يبقاو عمودين هنايا، تخدمي سلسله فيها واحد اثنان ثلاثه، ونروحو نحكمو العمل. شوفي عندنا هذه السلسله فيها خمسه، هذه السلسله هنايا فيها خمسه، نحكمو هنا ماي سيري
وهكذا نكونو كملنا العمل. انا فقط راح نزيد نحكم بالمنزلقه هنايا يعني نطلع باش نقفلوا العمل هكذا، وهكذا نكونو كملنا العمل. يعني شوفي في البدايه عندك هنايا 8 اعمده، وفي الوسط عندك 7، الثامن يكون مشترك بين الجزء الاول والثاني والثاني والثالث وهكذا. في الاخير اخواتي انا زينت العمل كيما هكذا، انتم زينوه على حساب الرغبه تاعكم. هادو مثلاً تخدميهم على حساب الخزانه اللي عندك، يعني تبقاي تكري في نفس العمل هذا المثلث، ومن بعد تخدمي بالغوز بومبو، ومن بعد تخدمي الفينيسيون. في الاخير اخواتي اذا عجبكم العمل اللي خدمناه اليوم، ماذا بكم تعملي بالاعجاب والاشتراك. كانت معكم دعاء الرحمن، الى اللقاء والملتقى اخواتي.